المعتقل بدأ 1805 عصر محمد علي باشا، كان يعتقل فيه الأشخاص اللي هم السياسيين. فضل ظل يعتقل كأسرة محمد علي إلى 1850. بعد فترة اعتقل هنا الشيخ عبد الحميد كشك، كان في عهد رئيس السادات، اعتقل هنا فترة بعدين خرج، هو كان يسمى بمعتقل القلعة في مصر. هذا الاعتقال، وهذه كان غرفة يعتقل فيها كما روي عنه في بعض الأمور، وكانت أصغر غرفة، وكان هو تحدث عنها الشيخ في شريط، وتحدث عنها أن هي كان أصغر غرفة صغيرة في المعتقل السياسي. الزنزانة دي غرفة دي حضرتك بتاع محبت عبد الحميد كشك الله يرحمه. الله. كان عامله بمثلث اشتغل فيها، كان بيشتغل حضرتك كلها بخبة ويجي يحتلوه هنا. تمت الاحتيالات هنا محمد. قضبان السجون، أسمعت بالإنسان ينفخ بطنه حتى يرى في هيئة البالون؟ أسمعت بالإنسان يوضع رأسه في القيد حتى يبتلى بجنون؟ أسمعت بالمظلوم يلهب ظهره حتى يقول أنا المسيء خذوني؟ سل جدران الحربي وسلسل الحربي من ظن قانونا هناك، فإنما قانونهم هو حمزة البسيوني. من ظن قانونا هناك، فإنما قانونهم هو حمزة البسيوني. أنا ما زلت أذكر، الزنزانة رقم 19 في سجن القلعة، يوم دخلتها لأول ليلة في حياتي، وأغلق الباب علي وحدي والظلام جالس، وأخذت أتحسس حوائط كيف أنام، وأين الفراش الذي أنام عليه؟ وأين القبلة لأصلي لله؟ وأين الماء لأتوضأ؟ وخلعت ملابسي وفرشتها وطويت عمامتي ووضعتها تحت رأسي، ونمت ليلتها أشكو لربي ظلم العباد. وقبل أذان الفجر بقليل رأيت في المنام أبا بكر الصديق أمام قبر رسول الله، أمام قبر المصطفى، أمام قبر المصطفى، أبو بكر أمام قبر المصطفى. وتذكرت يوم جلس أبو بكر في الغار كالمسلم، وقال له الرسول لا تحزن إن الله معنا، وقال لي أبو بكر يا هذا النبي يقرأك السلام ويقول له واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. وعلمت ان هناك مددا من الله، وان الله لا يتخلى عن عباده الضعفاء. يا معشر الشهادة، انها ايام بلا شمس وليال بلا قمر،